السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى ايضا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حريرة مغربية جد جد اقتصادية، سهلة التحضير. اش كان يعني باقتصادية؟ يعني بدون لحوم، طريقة سهلة جدا والمكونات متواجدة في كل بيت. خليكم معايا مع المكونات وطريقة التحضير. هنا هي المرحلة الأولى اللي كنبدأ بها البنات. كناخد واحد كسرونة نوضع فيها الماء غليان، وكنوضع مطيشة ديالي. عندي خمسة ديال الحبات كبارين، خليهم واحد خمسة ديال الدقائق. هنا خديت جوج بصلات، طحنتهم مع شوية ديال الماء، وكنفرغ الخليط مباشرة في طنجرة الضغط اللي هي كوكوت. هنا بعد ما دازت ليا خمسة ديال الدقائق نحيد مطيشة من هذاك الماء، وداك الماء تنحتفظ به وكنخليها كتبرد واحد شويه. من بعد ما بردات غادي كما كتشوفوا معايا، ملي كنغليو مطيشة يعني القشره كتحيد فاسيلمون، يعني بسهوله كنقدروا نحيدوا هذيك القشره. غادي نوضعها حتى هي في الاناء ديال الميكسر، وغادي نضيف لها شويه من هذاك الماء فاش غليتها فيه اللي غليتها فيه، وغادي نطحنها ونفرغ الخليط مباشرة في كوكوت. وهنايا كنقدر الماء الكمية ديال الحريرة اللي بغيتو. هنا كنضيف عدس والحمص واحد الكمية شوية شوية اللي مفزقين من قبل، مقدنوس، صوص طوماط. عندي هنايا جوج دروسة ديال الثومة محكوكين. هنا كتقدروا كما قلت لكم الماء. انا نضيف شوية ديال الملحة على حسب الذوق، شوية زيت المائدة، شوية زيت الزيتون. عندي هنايا مسك الجبير، شويه ديال القرفه، عندي الخرقوم، وعندي شويه ديال البزار، وكنخلط الكل جيدا. ومن بعد غادي نسد عليها البنات ونخليها القياس اللي غيطيب لنا داك الحمص وداك العدس. صافي البنات، هنايا غادي نحل على كوكوت ديالي، يعني صافي القياس اللي ان داك العدس والحمص يطيبوا لينا. هنا ضفت شويه ديال الشعريه، هنايا خلطت شويه ديال الدقيق مع الماء، يعني عندي زلافه كما كتشوفوا. ضفت لها باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، هذيك الخميره ديال الحلوه كتعطينا الخفه في الحريره. صافي كنشلل الزلافه ديالي بالخليط ديال الحريره، وكنبقى ندور البنات، ندور ندور حتى كيطيب لينا هذاك الدقيق ويتجانسوا لينا هاد المكونات كاملين، يعني ما تحيدوش يديكم التحرك باش ما تلصق لكمش الحريره في الطنجره، يعني كتبقاو تحركوا. هذه حريره البنات جد اقتصاديه، يعني بدون لحوم، يعني كاين فين ما كيكونش عندنا موجود اللحم، يعني نديروها ايضا بدون لحوم. هنا في الاخير كنضيف شويه ديال المعدنوس، وهذه الحريره ديالنا البنات وجدات، حريره مغربيه رمضانيه جد جد اقتصاديه بدون لحوم. كتجي على هذا الشكل، هذا كترافقوها مع التمر، مع البريوات، مع واش بغى خاطركم. هانتوما كيفاش كتجي خفيفه كما قلت لكم. نتوما البنات نتوما غتحكموا في القوام ديال الحريره ديالكم كيفاش كتبغيوها، واش خفيفه، واش متوسطه، ولا ثقيله. كما قلت لكم الا كانت ثقيله راه كتغليو الماء وتزيدوا حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو نتوما. كنتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميلة والبارتاج ديال لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. ما لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.